بنين دونك مش عطينا حاجه بنينه. تعديو البروشيت شيف. البروشيت بنينه جوست اون فا فيريفي الكويسون. فوالا. خاطر احنا نعرفوا البروشيت المزرعه. Et puis, bien, t'as chef Hadra au type Fissa. Déjà, c'est une astuce rapide. Ah, il y a un instant, on a fait un peu de chef. Ah, le robes. Le bdé ou l'adab. Essia. Essia. Tu fous le soupe de taille basse à l'aller. Il y a un tract sur le patate. زيد شويه مي زيد شويه كان نقصت شويه في الهروس يمكن خاطر بارفوا تبدا حاره برشا نضيعوا المطعم معناها نتاع السوبيا والوحده شوفوا اللون حمراء بالقدي بالقدي وهذه أورانجي. إيه. هذه مشكلتها ماهيش متختخة. فيها برشا ماء هذايا بارابور لهذايا. ما عقدتش. حقها يا نقصت من الماء قاعدة تغلي أكثر، ما تغلي أكثر الوقت ما عندكش. والماء حصل حطو يا شيف. من القوم تاعها سافا معناها، جوست الزايد نتاع الماء كهو. جوست كان عندنا أكثر وقت رانا استنيناها شوية تشد تعقد. مي لو غو شيف لو غو بنينه غير نادير معناها لو فيها حامريقل صوبيا طايبه البطاطا طايبه مي التختيخه نتاع هذه خير انا ماذا بيا نكمل ناكل لو جبنا شيف والله انا بدي حتى لي دو غراتان معناها بالحق بنينه كان سايبني عليهم لازمنا نتعداو للديسير نبداو بايسيا قبل شيفه خليك تبدا تذوق ايسيا التفاح ني دونك نقولوا كرامبل نورمالمون لازم يكون سخون وطايب D'ailleurs, la remarque, le zouz, là. Oui. Il y a un micro, donc il y a un... ...bel zibda ou soka. Tu vois, un peu, tu fais un peu, je ne fais pas le goût compoté. D'accord. Et même le crumble, de préférence, tu mets un peu le four, puis tu mets un peu. Ah, d'accord. Et j'ai voulu un crumble sans cuisson. Sans cuisson. Oui. Alors, le biscuit, il mettait le garmish. Le garmish, oui. Voilà, et tu fais un peu le garmish. كما قال شيف بتيتر كان خليتهم يتيبوا شويه. معناها تطيب التفاح وتحط فوقه الكرامبل ومن بعد تدخلهم للفور باش يزيدوا الكويسون وتولي من فوق الكوش معناها كروستيونت شويه تقرمش شويه. حسيتها شيف معناها كاينها غوسيت بيسكوي مش عليه بيسكوي بتفاح معناها بيسكوي بام معناها لو غو بنين مي سي با سا معناها. بتيتر هذيك اللي خليها زاد تكملوا في ساعه. اي جوستومون. حتى لهنا ما نبعدوش برشا راهو. هنايا ما نعرفش اش عملت. طيب طيب الكومبوت لهنا التفاح طيب
القايد توا باش يشوفوا لي نوت نتاعهم. ساعة احكي لنا على الاكسبيريونس عجبتكم. انا بس شفناك اليز سافا. وي بحكم مش في دو تياتر دونك سافا شويه جمهور. اي دونك اول مرة نخرج من كوجينة تاع دارنا لكوجينة أخرى ودونك باش طيبت وكرونومتر ومحصورة بوقت دونك عجبتني على الاخر. ولا وميكلة على كل حال بنينة برافو عايش. وانت حكينا على الغاز اللي عمل فيك. عجبتني يوم اليوم الغاز عملها بيا معناها اهو كان سنس بالنار. سنس بالنار قوية ديما نار قوية وديما معناها وكان معناها على كل حال زي ده كيف شاف اما ناقصة برشا حاجات ما عملتها بس هذاك عليه كيما شنو؟ برشا حاجات في الديكوراسيون في التطييب واللي قال عليه الشيف قبيله نتاع الكرامبل نتاع باش تحط في الفور هذاك كله هذاك حسابي الكل ماشي هكاك باش نحط في عندنا وقت لك علاش من الوقت وليت حطيت هكاك هكاك مثال شو هو الغلط فاسون كل شيء منين هو اما احنا نحاسبوا شو اللي طلبنا مثال كرامبل او بام كيفاش لازم يكون؟ طلبنا غراتان كيفاش لازم يكون طلبنا جلبانه معناها جلبانه الناس الكل تعرف الجلبانه معناها كيفاش لازم تكون فوالا دونك فما دي بتيت ديتاي ما بيناتهم الزوج مثال الشيف نخليهم يشوفوا لي نوت نتاعهم دونك نهزوا لي نوت فوالا ديتاي صغير على الاخر فما نص بونتو فريمون تو سامبلومون خاطر الجلبانه نتاعها حضرت عقده اكثر عقده وانت اكثر شويه ماء مي الباقي كيف انت نجحت اكثر في الديسير بورتو قلت الديسير مش جوي عملت فوالا عملت بزيد خاطر عملت انت بيرسون اي كبيره دونك برافو ليكم انتم زوز فاسون ما كنتش تروحوا يجيكم فيرين هكا ولا شيف ما جيب احدنا حتى اليوم ريمينغتون باش تعطيكم دي كادو دونك ليك انت ايمن ايا ايسيا قدنا كشعيرات بالقديم هما مقدودين محليهم عايز دونك روسل ابس ريمينغتون نشكرهم على لي كادو شيف ميرسي ليك انت عايشك وزيد كثرنا منهم هاللي غسيت هذوما بالجلبينه والحكايات هذوما الكل ميرسي ليكم انتم اللي تفرجوا فينا كل حلقه في ملا شيف لو دويل كان فاتتكم الحلقه نتاع اليوم تعاودوا تتفرجوا فيها على www.الحوارتونسي.com نقول لكم كالعاده نتقابلوا الجمعه الجايه وغسيت جديده ان شاء الله وغسيت بنينه باي باي.